السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الأعزاء. بإذن الله تعالى هنتكلم مع بعض في موضوع ظهرت أهميته الكبيرة في الفترة الأخيرة داخل المجال الصحي، وهو موضوع سلامة المرضى أو البيشنت سيفتي ساينس. في البداية أحب أعرف نفسي، معاكم أخوكم أبو الفتوح محمد شاهين. أنا دكتور صيدلي حاصل على CPPS سيرتيفيكيت، على البي ام بي او البروجكت مانجمنت بروفيشن من البي ام اي، وكذلك الريسك مانجمنت بروفيشن من نفس البي ام اي. معايا سي بي اتش كيو، كايزن لين مانجر، تيم ستيفز ماستر ترينر، بشتغل كسينيور هوسبيتال فارماسيست في دالا هوسبيتال. او دلوقتي اصبح هناك تساؤل ملح لاغلب المهتمين بهذا المجال، وهي كيفية الحصول على شهادة قوية تتيح له أولا زيادة المعرفة أو development their competency and knowledge regarding modern patient safety science، وفي نفس الوقت تقدر تدي ليهم opportunity للتطور الوظيفي داخل مؤسساتهم الصحية أو العمل كخبير في سلامة المرضى أو patient safety specialist. ومن هنا ظهرت الاهتمام ب CPPS سيرتيفيكيت او سيرتيفايد بروفيشنال ان بيشنت سيفتي. والنهارده باذن الله هنتكلم مع بعض ونعمل اوفر فيو سريع على ما هي CPPS سيرتيفيكيت، ايه اهميه الشهاده سواء للشخص اللي عايز يحصل عليها او للمؤسسه الصحيه اللي بتسعى لوجود مثل هذه الكواليفيكيشن داخلها او في العاملين عندها، وهنقدر نعرف هاو تو ايرن السي بي بي اس كريدنشال، وايه هو مصدر الشهاده وايه الجهه المانحه لها، وايه مدى قوتها واهميتها في سوق العمل سواء داخل او خارج مصر او الوطن العربي عموما. لان اصبح السي بي بي اس هو الاونلي واي تو بروف يور بروفيشنسي in the core standard of patient safety to serve as patient safety expert. وعلشان نقدر نصل الى common understanding او shared vision على اهمية الحصول على هذه الشهادة، يجب ان احنا نتعرف مع بعض على ايه الاشياء اللي ادت الاهتمام بعلم patient safety ذات نفسه، وايه التوجه اللي موجود دلوقتي في كل المؤسسات الصحيه للاهتمام بالبيشنت سيفتي. وبرده الاكريديتد بودي دلوقتي بقى فيه اهتمام وتركيز سواء في مواضيع كتيره خاصه بالبيشنت سيفتي، زي مثلا السباهي عنده الاي اس ار، الجي سي اي عنده الانترناشونال بيشنت سيفتي جولز، حتى المعايير المصريه مطلعه الناشونال سيفتي ريكويرمنت. فتعال نسال بعضنا سؤال مهم، كم واحد سمع منا او راى مريض تعرض لإصابة أو حصل له هارم داخل المستشفى أثناء حصوله على الخدمة الصحية؟ أكيد أغلبنا سمع وشاف حالة أو أكتر، سواء داخل محيط العمل أو محيط الأقارب بتاعه أو الأصدقاء أو المعارف أو عن طريق الميديا حتى. طيب وإحنا بنسمع الكلام ده أو هو سمع الكلام ده، إيه كان شعوره وكيفية تقبله للنتيجة اللي كانت حاصلة دي؟ مؤكد كلنا كنا مستائين، فالاشياء ديت وحدوثها مش شيء بسيط، مفترض ما يبقاش عادي نتقبله ويمر علينا كاي شيء اخر. لاننا لو احنا حطينا نفسنا مطرح الانفولفد بيشنت او ريزيرف فاميلي، مؤكد هيكون شعور قاسي ومؤلم، لانه هيكون كانه صخره كبيره او مشكله وقعت عليهم، ومؤكد هتعمل تغييرات في حياتهم وهتغير حياتهم حوالي 180 درجة، وهتأثر على quality of life بتاعهم. طب تعالوا نشوف أمثلة مع بعض لبعض هذه الأخطاء، ونتصور مثلا كده لو احنا كنا في الوضع ده، أو أي حد relative لينا هو اللي كان involved في this event. أول حالة في بيتسي ليمان، دي سيدة كانت محجوزة في مستشفى عشان تعمل
علاج كيماوي من البريست كانسر، فكانت جايه بتاخد كيمو ثيرابي فور بريست كانسر. كان مفروض او مقرر لها من الطبيب ان المريضه بتاخد الدوز وبعد كده ترجع البيت وبعد كل جرعه، ولكن بعد اما هي خدت الجرعه وبعد رجوعها للمنزل بحوالي ساعه للاسف she was expired or dead. اما جم يشوفوا ايه الاسباب اللي ادت لده، اكتشفوا ان هي accidentally have given an overdose من الكيموثيرابي ميديكيشن، فبدل ما تاخد 6.5 جرام over 4 days she had 26 جرام in one dose. يعني هم ادوها كل الجرعه تريبل، قصدي اربع اضعاف الجرعه المقرره لها، وفي ايه؟ في 1 دوز اونلي. ف تاني حالة هنشوفها اللي هو ويلي كينج. ويلي كينج ده اولد مان، كان قرر له يعمل ادميتد عشان اجراء عملية لامبيوتيشن هيز ليج، وان اوف هيز ليج، وفعلا دخل العملية. واثناء العملية اكتشف السيرجن تيم او الاوبريشن تيم انهم بيجروا العملية على الرونج ليج، ولكن كان الوقت متأخر لتصحيح الخطأ وتم للأسف قطع الرجل، والنتيجة انه بدل ما يفقد ون ليج فقد التو ليج واصبح قعيد. طب ايه شعورك بقى لو انت كنت مكان هؤلاء الاشخاص؟ هل هتكون حياتك سعيدة؟ مؤكد هتكون مأساة حقيقية بالنسبة لك ولأسرتك، وده أدى اللي لازم أو أصبح من الضروري إن نقف مع أنفسنا ويحصل تغيير، فقد حان وقت التغيير. It's the time for a change or we need to build a moment for a change. فلم يعد مقبول إن إحنا أما يجي لنا المريض عشان نقدم له الخدمة الصحية نكون إحنا السبب لزيادة شقاء وألم المريض بأشياء تحدث لهم نتيجة وجودهم داخل المؤسسات عندنا. ومن هنا أصبح البيشن سيفتي هو سيريس بابليك هيلث إيشو. فتعالوا مع بعض نشوف البيشن سيفتي جورني ونشوف أوفر فيو سريع عليه وإيه التطور اللي حصل كبيشن سيفتي ساينس في الفترة اللي فاتت. احنا قدرنا نحدد ان البيشن سيفتي اصبح كونسيدر از ا سيريس بابليك هيلث ايشو، مثله مثل اللي هو الموتور فيهيكل كراشز والبريست كانسرز. ليه؟ لان الهارمز اللي بتحدث ديورنج الكير لها سيجنيفيكانت مورتاليتي وموربيديتي ولها تاثير على الكواليتي اوف لايف بتاعت الشخص. فالبيشن سيفتي اصبح له اهميه او ظهرت اهميه البيشن سيفتي ساينس بوجود سنه 1999 بظهور ما يعرف ب تو ايرور از هيومن بيلدينج ا سيفر هيلث كير سيستم، وده اللي عمل الببلش له هو الاي او ام اللي هي الناشونال اكاديمي اوف ميديسن او انستيتيوت اوف ميديسن. وأهمية التقرير ده إنه كان أول تقرير يحصل له بابلش على اليونايتد ستيت بوبوليشن. إيه التقرير ده كان بيقول إيه؟ التقرير ده كان بيحتوي على أرقام وإحصائيات كانت صادمة ومؤلمة للشعب الأمريكي. فكان بيقول إن تقريبا حوالي من 44,000 to 98,000 deaths per year as a result of medical errors inside the health care facilities. وكان بيقول ان العدد ده بيعتبر ال 8th leading cause of death in United States، وان ال medical error دي
او كانت بتكلف النظام الصحي تكلفة تتراوح ما بين 17 to 29 بليون دولار yearly. فوجدوا ان النتيجة لهذه الاخطاء في added cost كمان في كل hospitalization بتحدث بحوالي 4700 دولار. وطبعا احنا عارفين النظام الصحي الامريكي بيعتمد بتقديم الخدمة تحت CMS او اللي هي Centers of Medicare and Medicaid Services. وكانت الصراحة هذه الارقام مؤلمة وموجعة وكانت صعب التصديق اللي الناس تتوقعها. فمثلا لو احنا قارناها مثلا بالافيشن, فمعدل الوفيات في الافيشن is one death for every 8 million flight. بعد ذلك حدث اكتر من ريسيرش متخصص لقياس تأثير الادفيرز ميديكال ايرور على نسبة الوفيات. ففي تقرير او ريسيرش كان عامله CDC اللي هي Centers of Disease Prevention and Control. في الريسيرش ده وصل ان الميديكال ايرور هو الثيرد ليدنج كيلر ان يونايتد ستيت باي اباوت 187,000 ديز بير يير. وده بيجي بالمرتبة التالتة بعد الهارت ديزيز والكانسر. وبرضو كان في دراسة تانية اجراها اللي هي لوشيا ليب اوف هارفارد سكول اوف بابليك هيلث, وقالوا فيه ان حوالي 1 مليون بيبل ار انجرد اور هارد باي ايرور ديورينج هوسبيتال كير. منهم تقريبا 120,000 بيبل داي از ا دايركت ريزلت اوف زوز ايرور. ولو قارنا هذه الاعداد باعداد الوفيات المتسبب فيها الموتور فيكل او الافيشن هيكون في فجوه كبيره وفرق كبير رهيب. يعني جه في سنه 2001 رجع تاني الاي او ام قدم لنا ريسيرش او ريبورت سماه كروسنج ذا كواليتي كازم نيو هيلث كير سيستم فور 21 سنشري. والتقرير ده اتكلم عن وجود فكوة او كازم ما بين الهيرث كير وي هاف اند الهيرث كير وي كان وي كود هاف. وقال اننا عشان نحاول نعمل كلوز ذا كواليتي كازم يجب ان احنا نسعى لتطبيق او استابليش 6 ايمز داخل النظام الصحي. وذلك لتحسين الكواليتي اوف هيلث كير سيستم. مسمى ال 6 ايمز دي اختصارها بكلمه ستيب, والستيب دي دلوقتي هي اصبحت اللي هي الكواليتي دايمنشن اللي احنا بنحاول نعمل عليهم او بنشتغل كامبروفمنت الكواليتي عليها. فستيبس دي ده دايجرام بيوضح الستيبس دي ستاندز فور اس اللي هي السيفتي, تايم اوف كير, افكتيف كير, efficient care, equitable care and patient centered care. يعني ايه safety care؟ safety care اللي هي care free from harm او avoiding the injury to patient. timely care اللي احنا reducing the waiting time او delay to access of the care, بمعنى اللي احنا بنعمل improve للaccessibility of the care. efficient care اللي احنا avoiding the waste او الـ overall under utilization of resources او الـ services بتاعة الـ organization. ودي كانت بداية ظهور الـ utilization management. effective care اللي احنا providing care based on scientific knowledge to achieve better outcome. وهنا كان بداية الـ shifting from medicine is art to evidence based medicine. وقالوا ان لازم this care should meet patient need عشان نحقق appropriateness of care. equitable care
اللي احنا ensuring quality of care not vary because of some characteristic at gender, socioeconomic or geographic region. اخر حاجة patient centered care اللي هي personalized care اللي احنا providing care that respectful and responsive to ensure اللي patient value guide clinical decision او patient preference. بعد 5 سنوات رجع تاني الـ IOM عمل ما يعرف باسم call for national effort to make health care safe. بالرغم من ان كل المحاولات اللي قام بيها الـ IOM ان الـ progress في الـ patient safety او الاهتمام بالـ patient safety كان slow، ولكن الـ IOM reports truly changed the conversation، فأدت إلى فوكس على بعض الأشياء، وكان في بعض مظاهر التغيير مثل وجود changes في الـ healthcare systems، حصل stimulation للـ stakeholders عشان يحصل لهم engage في الـ patient safety. طبعا الـ stakeholder دي مقصود بها leadership مثلا زي الـ process owner أو الـ worker أو الـ practitioner، وآلسو البيشن اند فاميلي تو انجيج ان بيشن سيفتي افورت. حصل برضو موتيفيشن للهوسبيتال تو ادوبت نيو سيف براكتس، وكان مظاهر التغيير اللي حصل فيها سرعة كانت بارتيكولاري فيه اللي هي implementation في electronic medical records، في diffusion of safe practice across the healthcare facilities and between the organization اللي هي sharing lesson learned، كان في improve the teamwork training with development and the communication among the caregivers، كان في improvement في full disclosure to the patient following injury inside the healthcare facilities. في عام 2004 جه الـ WHO عمل لانش لما يعرف باسم World Alliance for Patient Safety. الـ World Alliance for Patient Safety ديت targeted على بعض الـ Patient Safety Issue مثل Prevention of Healthcare Associated Infection، كانت مهتمة بـ Develop and Spread the Hand Hygiene Guidelines، بـ Improve the Surgical Safety، و Emphasize the Provision of Care of Patient Centered Care through Patient Engagement. وكمان حددوا 2 areas واعتبروها High Risk Care Process، والتو ايريز دول هما الايرورز او الميديكيشن ايرورز والادفيرز دراج ايفنت، والايرورز بتحصل من الترانزيشن اوف الكير وخصوصا في الترانسفير اوف اول ريليفنت انفورميشن فروم وان انتيتي تو ذا نيكست اللي هو كونتينيوم اوف الكير. والدبليو اتش او حصل ما بينها تعاون او كوبريتيف ما بينها وما بين الجي سي اي، وأدت إلى ظهور ما يعرف بـ International Patient Safety Goals، وعملوا على زيادة الأويرنس بالـ International Patient Safety Goals، وعملوا Recommendation اللي هم يحصل Embedded أو اللي هي Implemented in all facilities to ensure safe and high quality care. لو جينا نشوف الـ International Patient Safety Goal هم 6 Goals. أول goals بيتكلم بيقول identify the patient correctly by using 2 identifier اللي هي تاني goals اللي هي improve effective communication، وكان بيركز على improve ال verbal orders وباستخدام بعض targeted solution tool اللي احنا والهاندز اوف والهاندز اوت
باستخدام بعض التولز زي الاس بار وستاندردايزد انفورميشن ترانسفير ديورنج التليفون او الفيربال اوردر والكوميونيكيشن اوف الكريتيكال ريزلت. دول الحاجات اللي كان مهتم بيها في موضوع امبروف افكتيف كوميونيكيشن امونج الكير جيفر. تالت حاجة كانت امبروف السيفتي اوف هاي اليرت ميديكيشن اند لوك الايك سادا الايك اللي هي اللازا. رابع جول انشور الكوريكت سايت كوريكت بروسيدور كوريكت بيشنت سيرجري اللي هي بيسموها اليونيفرسال بروتوكول، ومعاها اللي هي يتاكد او اكتف انفولفمنت اوف البيشنت ان زير في ريمارك اوف السيرجري سايت، في الريديوس الريسك اوف الكير اسوسييتد انفكشن، و اهتمت او كانت مركزة على ديكريز اللي هي كلابسي والكيوشي و البريفنت السيرجيكال سايت انفكشن و بريفنت اللي هي الفاب، وركزت برضو على امبروف الكومبلاينس مع الهاند هايجين جايد لاينز. كان سادس جول كان ريديوس الريسك اوف بيشن هارم ريزلتس فروم فول. جه ديت انفوجرافيك بيبين الانترناشونال بيشن سيفتي جول وايه التارجتد سوليوشن او التولز اللي استخدمتها الجي سي اي عشان تامبروف السيفتي. نفس الكوبريتيف ده حصل ما بين الدبليو اتش او وجاكا هو او جوينت كوميشن داخل امريكا، وده ادى الى ظهور ما يعرف بالناشونال بيشنت سيفتي جول. والناشونال بيشنت سيفتي جول دي بيحصل لها ابديت انيولي. طبعا الانفورميشن في امريكا هي اوريدي عندها داتا بيز كويسه، فبتقدر تحلل المعلومات وتقدر تعمل امفسايز على بعض الحاجات وتغيير او امبروفمنت في الناشونال بيشنت سيفتي جول. وغالبا اي ابديت بيحصل في الناشونال بيشنت سيفتي جول بعد كده بيحدث في الانترناشونال بيشنت سيفتي جول، عشان ده غالبا دايما الناشونال بيشنت سيفتي جول بتبقى متسابقه في التطوير عن الانترناشونال بيشنت سيفتي جول، سواء في زيادة المجرب الاليمنت او بعض التعديلات اللي بتظهر نتيجة ايه التطبيق الفعلي. ف لو شفنا مثلا الناشونال بيشن سيفتي جول 2016 او 2019 مش هنلاقي فيه اختلاف كتير حصل ما بينها الا بعض المجرب الاليمنت. فكان مثلا الجول نمبر 1 كان بيقول ايدنتيفاي البيشن كوركتلي، جول نمبر 2 امبروف الستاف كوميونيكيشن او الكوميونيكيشن امونج الكير جيفر، الجول 3 كان بيقول امبروف السيفتي اوف يوزنج ميديكيشن، جول 6 كان ريديوس الهارم اسوسييتد وذ كلينيكال الارم سيستم او يوز الارم سيفتي، 7 كان بيقول بريفنت الانفكشن او الهيلث كير اسوسييتد انفكشن، جول 15 كان بيقول ايدنتيفاي البيشنت سيفتي ريسك اللي احنا بنعمل patient screening او assessment regarding for مثلا suicide or other risk. في هم عملوا حاجة بقى universal protocol ودخلوه لوحده، ده عشان نعمل prevent wrong site wrong procedure wrong person surgery. في عام 2013 جت ال HRQ او الايجنسي اوف هيلث كير ريسيرش اند كواليتي وبمساعده بانل من اكسبيرت عملوا مع بعض لمده 3 سنوات، وقدروا في الاخر يقدموا تقرير مكون من 955 صفحه. الريبورت ده كان بيشمل ايه اللي هم عملوه، هم اشتغلوا على او عملوا كومبريهنسيف ريفيو على الافكتيفنس of more than 10 patient safety initiatives or intervention
that was carried out applied in different facilities worldwide. وقدروا يستخلصوا منها 10 استراتيجي ديت قالوا اللي هي تبقى strongly encouraged to be implemented. والريبورت ده published في مارش 2013. ايه هي بقى التوب استراتيجي، توب 10 استراتيجي؟ قالوا عشان نتاكد من او امبروف البيشنت سيفتي لازم امبروف الهاند هايجين كومبلاينس، يوز بارير بريكوشن تو ستوب السبريد اوف انفكشن، نعمل امبلمنت للكير باندل عشان نمنع الكلابسي او سنترال لاينز او اسوسييتد بلاد ستريم انفكشن، اللي احنا بنستخدم ريال تايم التراسونوجرافي وين بليسنج سنترال لاينز، اللي احنا يبقى عندنا بروتوكولز عشان نقلل كاستر سيتي يورينري تراكت انفكشن او الكيوتي، اللي احنا نعمل امبلوي بري اوبراتيف تشيك ليست تو ريديوس السيرجيكال كومبليكيشن، اللي بنستخدم السيرجيكال تشيك ليست، نعمل امبروف للفينس ثرومبو امبوليزم بروفيلاكسيس اللي هي الفي تي اي، اللي احنا بنستخدم بريفنتيف انترفنشن كير باندلز تو كات الريتس بتاع الفاب اللي هي الفنتيليتور اسوسييتد نيمونيا، برضو نقدر نعم بنعمل افويد للهازاردز دراج ابريفيشن باستخدام دونت يوز ليست او ابريفيشن ليست انسايد الفاسيلتيز، او اخر حاجه اللي هو يوز مالتي كومبوننت انترفنشن تو بريفنت البريشال ارثر. في سنه 2014 جت الناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن وطلعت علينا بتقرير سمته فري فروم هارم اكسلريتنج بيشنت سيفتي امبروفمنت 15 years after to error is human. وكان الناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن كان لها الفضل في تسريع وتيرة الامبروفمنت في البيشنت سيفتي، وادت الى في التقرير ده عملت بارادايم شيفتنج من ان الرياكتيف انترفنشن افتر ايرور اوكيرنس تو وات نون از توتال سيستم ابروتش او تو سيفتي، معتمدا على السيستم ثينكينج والهيومن فاكتور انجينيرنج او اللي احنا بنسميه دلوقتي برو اكتيف mitigation of risk. وبرضو في التقرير ده ركز على الدور بتاع الليدرز في اللي هو يدي consistency prioritizing للsafety culture وبرضو للwell being والsafety بتاع الhealth care workforce، يعني safety from helicopter view to reach the patient safety in general، the patient safety للpatient للworker للvisitor. وكمان وضح أهمية الموفينج من الكومبيتيشن في السيفتي تو كوردينيشن أو كولابوريشن أكروس الأورجنايزيشن، ودي كانت النواة اللي هيقوم عليها بعد كده ما يعرف بالناشونال ستيرنج كوميتي فور بيشنت سيفتي. وبرضو قالوا إن يجب التأكيد او انشور ان البيشن فويس از هيرد، وذلك يجب نعمله بارتنرنج للبيشن والفاميلي ات اول بوينت اوف كير، مش بس في اونلي ان زير كير بات اولسو ان اول امبروفمنت اكتيفيتي ذات نيدد تو امبروف السيرفيسز اور البروسيسز. النيو فيجن ده ادى الى مور كومبليت ديفلوبمنت للبيشن سيفتي ساينس والبيشن سيفتي ميجرمنت والبيشن سيفتي تولز. الفري فروم هارم ريبورت بروفايد 8 ريكومنديشن فور بيلدينج سيفر هيلث كير سيستم. ايه هما الـ 8 ريكومنديشن؟ اول حاجه انشور ذات ليدرز استابليش اند سستين السيفتي كالتشر. تاني ريكومنديشن اللي هي كرييت سنترلايزد اند كوردينيتد اوفرسايت اوف بيشنت سيفتي
اللي هي بعد كده عرفت ب الناشونال ستيرنج كوميتي فور بيشنت سيفتي. تالت ريكومنديشن اللي هي كرييت ا كومن سيت اوف سيفتي متريك اور ميجر ذات ريفلكت المينينج فول اوت كام، اللي احنا ابتدينا نقيس فيها الافكتيفنس ميجر فور كونتينيوس امبروفمنت. رابع ريكومنديشن انكريز الفاندنج على الريسيرش والامبلمنتيشن ساينس الخاصة بالبيشنت سيفتي. خامس ريكومنديشن ادريس السيفتي اكروس ذا انتاير كير كونتينيوم او الكوردينيشن اوف الكير. سادس حاجة سبورت الهيلث كير ورك فورس اللي هي خصوصا الفيزيكال والسيكولوجيكال سيفتي في للوركر والفيزيتور اند البيشنت. بارتنر ويز patient and family for the safest care through the patient journey inside the hospital. Eighth recommendation or 10th recommendation ensure that the technology or health IT is safe and optimized to improve the patient safety. وده بمعنى اللي احنا نحاول نقلل او prevent ال unintended consequences بتاع ال health IT او ال heterogenesis باستخدام usability testing before use او heuristic evaluation to check cognitive bias. واحنا عارفين ال unintended consequences بتاع ال health IT او ال negative consequences بيبقى تو كاتيجوري. الفيرست كاتيجوري اللي هي ممكن تبقى الايرور في البروسيس اوف الانترنج او الريترايفنج الانفورميشن، ودي بتشمل اكزيستنت لهيومن كمبيوتر انترفيس نوت سيوتابل او مش كومباتبل مع الهيلث كير ابيليتي، او increased في cognitive impairment او load from over emphasizing the need for structured data اللي احنا فيه معلومات كتيرة لازم ندخلها. تاني category اللي هي ال error in communication and coordination process واللي بتأدي الى misrepresentation ال healthcare work as a linear process او linear integration، هتأدي الى inflexibility workload او ورك او مش ورك ورك اراوند او شورت كاتس في ترانسفير للداتا، وبرده بتادي لميس ريبريزنتيشن للكوميونيكيشن از انفورميشن ترانسفير راذر ذان انتراكتيف كوميونيكيشن اللي بيبقى فيها تميز بالفيدباك وديسيشن سبورت. جه بعد كده الاي اتش اي او انستيتيوت اوف هيلث امبروفمنت قدم لنا حاجة سماها framework for safe, reliable and effective care، وده كان من اهم الجولز بتاعه اللي هو تقديم safe, reliable and effective care. وقال اللي عشان نقدر نوصل اللي احنا نقدم الكير بهذه الاشياء اعتمدت على 9 interrelated components، وال 9 interrelated component قسمهم ل 2 domains learning system و culture او safety culture. ففي learning system قال اللي هي بتشمل على leadership measurement والimprovement في reliable system اللي يبقى فيه standardization او minimizing variation في continuous learning او learn from defect وفي accountability، وطبعا في الكور بتاعها اللي يبقى فيه engagement للpatient and family في الhealth care او في their care. عشان ده يتحقق لازم من وجود psychological safety teamwork وcommunication عشان gain الكوميتمنت او الوصول لكومن اندرستاندينج،
يبقى في نيجوشيشن عشان الجين الكوميتمنت في الترانسبيرنسي او اللي هي الفاونديشن بتاع السيفتي كالتشر. لو نلاحظ في الفريم ورك ده ان الليدرشيب موجوده تحت الاثنين كالتشر واللينج، لان وزاوت ليدرشيب كوميتمنت all things is nothing. ده دياجرام تاني بيوضح الكلام اللي احنا قلناه بالنسبه لـ IHI framework. ايه بقى هي الناشونال ستيرنج كوميتي فور بيشنت سيفتي؟ الناشونال ستيرنج كوميتي فور بيشنت سيفتي ديت عباره عن ممبر من الهيلث كير وبوليسي وريجيوليتوري اند ادفوكاسي كوميونيتي، وتشارجد ليه؟ عشان تكريت ناشونال اكشن بلان. الناشونال اكشن بلان دي بتعمل جايدنس للبيشنت سيفتي ايفورت اكروس الكانتري، بمعنى اللي هي بتعمل زي هارموني للاول ايفورت ريجاردنج بيشنت سيفتي، تخليها كوهيسيف اند كوردينيتد فاشن. السينكينج في وجود الناشونال ستيرنج كوميتي فور بيشنت سيفتي يرجع لسنه 2017، والفضل ليه يرجع للناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن اللي هي عملت كول تو اكشن، وده نفس السنه اللي حصل بين الناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن ميرج مع الاي اتش اي، واصبحت هما الاثنين بيعملوا كومباين زير سترينث اراوند البيشنت سيفتي. ايه هي الناشونال اكشن بلان؟ بما انها بلان فلازم يبقى فيه جولز هما عايزين يحققوها. فالجولز او الناشونال اكشن بلان سمرايزد في define essential priority for the action, establish coordinated strategy for addressing area اللي بتمثل الفاونديشن او اللي نشتغل عليها تعمل patient safety زي the organization culture, the leadership, the measurement and the patient and family engagement. تالت goal اللي هي identify opportunity to collaboratively advance those strategy. الناشونال ستيرنج كوميتي فور بيشنت سيفتي ممبر بتتكون من ممبرز كتير، امثله لها زي الاي اتش اي ناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن، جوينت كوميشن، ايجنسي اوف هيلث كير ريسيرش اند كواليتي، امريكان سوسايتي اوف هيلث سيستم فارماسيست، الاوشا، لوشيا ليبن انستيتيوت، الناشونال اسوسيشن فور هيلث كير كواليتي، سي ام اس، الاس ام بي انستيتيوت فور سيف ميديكيشن براكتسز، سي دي سي، الاف دي اي، الامريكان كوليدج اوف هيلث كير اكزيكتيف وغيرها. وفيها اسامبلي فروم بيشن اند فاميلي ادفوكاسي اورجانيزيشن زي بيفاك. ايه الاريا اوف فوكس اللي اهتمت بيها او حاولت تهتم بيها الكوميتي؟ هما حددوا اربعة مين تارجت هما عايزين يعملوا فوكسنج عليها. الكالتشر والليدرشيب، لان الليدرشيب والكالتشر ار سترونجلي انتروند، فالليدرشيب كوميتمنت از اسينشال تو استابليش اوف سيفتي كالتشر، والكالتشر اوف سيفتي از اسينشال تو سكسس او سستينابيليتي بتاعت السيفتي انيشيتيفز. تاني تارجت اللي هي البيشن اند فاميلي انجيجمنت، لان الانجيجمنت او بوتنج البيشن والفاميلي في السنتر اوف كير او بمفهوم اللي هم يبقى فول ممبر من الكير تيم، ده هيؤدي لامبروف الكواليتي والسيفتي. وعملوا نيو تولز وريسورسز عشان تساعد على الموضوع ده او مساعده الامبلمنتيشن او البارتنرشيب بتاع البيشن والفاميلي ان زير كير. تالت حاجه الورك فورس سيفتي، فالفيزيكال والسايكولوجيكال سيفتي بتاعت الورك فورس اعتبروها الاي اتش اي از ا بري كونديشن تو بيشن سيفتي، هي الحاجه اللي بتؤدي
او ظهورها بيؤدي او بيعتبر الشيء الاساسي لظهور البيشنت سيفتي انسايد ذا اورجانيزيشن. الليرنينج سيستم، فعشان يكون عندنا بيشنت سيفتي ورك لازم يكون عندنا سيستم، وكل الاورجانيزيشن عندها سيستماتيك مينز اوف ريفليكتنج اون الكواليتي اوف ذير ورك. وشيرنج الانفورميشن هو also having mechanism in place to proactively improve and continuously learn، اللي هي بتبقى عندها learn from defect and proactive initiatives to mitigate the risk. فالترند في البيشنت سيفتي امبورتنس ظهر اللي فيه growing في الفوكس والneed for safety and quality. حصل steady progress من relative weak pressure to high. فأمثلة للبريشر دي سواء social pressure او accreditation pressure او transparency، دول بالاضافة للchanges اللي حصلت في طريقة البيمنت بتاعت الثيرد بارتي او الانشورر، فقالوا اللي no pay for preventable adverse events. فالاكسترنال والانترنال بريشر ادت الى massive improvement في الكواليتي والسيفتي، ادت الى بروموت الفاندنج في الكاباسيتي بيلدينج زي البيبل والتولز والميجرز والامبلمنتيشن اوف هيلث اي تي، ادت الى ترانزيشن فروم الكواليتي والسيفتي تو الفاليو ادد سيستم او الافيشنت سيستم، وبرضو ادت الى ريكوجنيشن في النيد اوف تو اسيس الدليفري سيستم تو فيكس اتس فولنربيليتي او الويكنس تو سرفايف او سكسس ان نيو هيلث كير وورلد از والهارد كومبيتيشن اللي بقت موجوده الان في الهيلث كير فيلد. ده هنشوف حالا فيديو بيوضح البيشنت سيفتي جورني اللي هيقدمه لنا لوشيا ليب. لوشيا ليب ده بايونير في البيشنت سيفتي، وبيعتبر واحد من الجاد فازر في المودرن بيشنت سيفتي الان، وهو الدين بتاع لوشيا ليب انستيتيوت. Most people think of the patient safety movement started with the Institute of Medicine report in 1999, and for sure that is when most people first heard of patient safety, but it really began long before that. Back in 1984, Jeff Cooper published his critical incident report that woke up the anesthesia community to the fact that they had a lot of errors and harm that they could prevent by just paying attention to their equipment and their processes. So I think really patient safety movement should be credited as starting with Jeff Cooper's work in 1984. But it was quite some time after that before the rest of us woke up, if you will. 1990, James Reason wrote his classic book, Human Error, in which he not only brought to everyone who read it attention of why we make mistakes, but also elaborated on the concept of latent errors, which then led, of course, to his theory of systems failure as the cause of mistakes. We did the medical practice study in 1991, and at that time, most of us were not familiar with Reason's work, and we were frankly surprised to find out how many of the injuries that patients suffered were caused by mistakes. I tried to bring those things together in my paper in 1994 on error in medicine to alert the medical community to the fact that we had to become aware of these great developments in cognitive psychology and human factors engineering that would enable us to reduce our errors and harm significantly. That led the AMA and the Joint Commission to bring together the first Annenberg Conference in 1996
in which people from industry as well as healthcare got together and talked about how to identify and prevent errors and harm in medicine. We got that meeting that the AMA and the Joint Commission announced that they were joining together to form the National Patient Safety Foundation, which of course has been the major force advancing patient safety ever since, and the force, of course, that brings you this curriculum. And that led in 1999 to the Institute of Medicine report, Two Areas Human, which put safety on the map for the whole world, not just those of us who were working in it. The Institute of Medicine subsequently, in 2001, released its other seminal report, Crossing the Quality Chasm, whereas Two Areas Human brought the error injury problem to attention. The Quality Chasm report laid out a blueprint for how we can change our culture and our systems to make them safe. So these were major additions to our thinking at the time. So the National Quality Forum was formed by Ken Kaiser to bring together stakeholders, all the stakeholders, to set standards and definitions for quality and safety. In 2003, they published their first list of certified safe practices. That is, safe practices that for which there was good evidence of effectiveness, things that were feasible, that any hospital could do, and which really would have an impact. And they have been the major source of this type of information ever since, and now there is a list of over 34 safe practices that institutions can apply. The application of this became evident to us all, I think, in 2005, with the Institute for Healthcare Improvement's 100,000 Lives campaign. It enlisted 3,000 hospitals to implement all six of these practices, and when the results were in, they found that they saved more than 100,000 lives in a period of just a year and a half, demonstrating that if we do these things, it really makes a difference. But I think the most impressive demonstration of that is the work of Peter Pernovos, who not only showed in his unit at Johns Hopkins that he could totally eliminate central line infections, but was able to teach 68 hospitals in the state of Michigan to do that and go 6 months without a single central line infection, proving that if we really do implement our safe practices, they can make a huge difference. So since that time, I think we've all been struggling for how best to make these things happen. There has been a shift in thinking away from just focusing on errors to focusing on harm. That is not just because people still have trouble thinking of error without being without blaming people, but also because there are many harms that are not caused by errors, and that we need to focus on those as well as the ones that are. Our approach to finding these problems has also changed with our experience, and no longer we depend entirely on people reporting errors and adverse events, but look for them in an active way using things such as the trigger tool, which will enable you to recognize hazardous situations before anyone has been aware of the harm they can cause, and hopefully before they do cause the harm. As we've moved along in this journey, we've seen a change in our focus. Initially, we sort of tried to do all kinds of adverse events, and then there was a lot of interest in medication safety because, of course, medication errors are the most common type. But then, under the plottings of CDC and CMS, began to focus on infections and realized that these are among the most preventable adverse events, and indeed cause a tremendous amount of harm. We know that as many as 100,000 people a year die from hospital-acquired infection. Almost all of those are preventable. As we get on top of the infection problem, the next horizon appears to be diagnostic errors. Diagnostic errors are the main reason doctors get sued. And we've stayed away from them because they're difficult to figure out what to do. Well, it's time to focus on it, and I think we're going to see a lot of progress in that area in the near future. The regulatory apparatus has also changed. At first, it was the focus was on reporting. Then the emphasis has moved to non-payment for serious events,
And then I think we will see with time a movement away from that as the whole idea of accountable care organizations takes over, and we begin to realize that it's up to the organization to provide value, and value comes from safe, high-quality care, and it won't be necessary for these to be reported, but rather they will be taken care of as part of everyday operations. Accountability, of course, by standards, of course, but not reporting of all mistakes, which has never been useful. Another way we progress is we no longer talk about a no-blame culture, we talk about a just culture. No blaming for errors, certainly, but holding people accountable for safe practice, also certainly. So that what we're talking about is errors are unintentional mistakes. Misconduct, of course, by definition, is intentional. And we can tell the difference. And so hospitals that have succeeded in creating a just culture have created an environment not just of accountability, but also of support for people who are trying to make healthcare safe and better. Finally, we've changed our thinking about patient-centeredness. Patient-centeredness, care has always been patient-centered. It's designed around patients. But what we realize is that what patient-centered really means is not that care is designed for patients. That care is designed for patients, but rather care is designed with patients, and patients are full participation. We're coming to use the term patient engagement rather than patient-centered, meaning patients should participate not just in the decision-making for themselves, of course, not just in their everyday care, of course, but also in the design of the processes of care. And when hospitals do that, they give more effective, safer care and have more satisfied patients. So we continue to make progress in patient safety. Our thinking about it changes every day. But it's always getting better, and I have no doubt that 5 years from now, healthcare will be much safer than it is now. بعد ما شفنا أو سمعنا الـ evaluation of the field أو الجورني بتاعت الـ patient safety من الشيل ليب، إحنا قاعدين نتكلم نقول patient safety patient safety. يعني ايه بقى البيشنت سيفتي؟ فالبيشنت سيفتي ممكن نعرفه سيمبلي as the prevention of harm to the patient during their care inside health care facilities. دي زي ما قال الاي او ام، او رجع تاني للاي او ام قال اللي هي ممكن تبقى freedom from accidental or preventable injury produced by medical care. ممكن نقول ان البيشنت سيفتي هو الديسيبلين اللي امفسايزنج السيفتي في الهيلث كير ثرو البريفنشن او الريدكشن او الريبورتنج او الاناليسيز اوف ميديكال ايرورز ذات اوفن ليد تو ادفيرز افكت، اللي احنا بنعمل ليرن فروم ذا افكت. ممكن نعرفه على انه الفريدم فروم ان نيسيسري هارم اور بوتنشال هارم اسوسييتد ويز هيلث كير زي ما عرفها الـ AHRQ، أو ممكن نعرفه اللي هو avoidance أو prevention أو ameliorating الـ adverse outcome streaming from healthcare processes زي ما عرفه دكتور كارلس فينسنت اللي هو بيعتبر بايونير في الـ field of error analysis، وكان له الفضل اللي هو يعمل revising الـ Swiss cheese model for accident acquisition بتاع جيمس ريزون سنة 2008. ممكن نعرف البيشنت سيفتي على انه practices that reduce the risk بتاع adverse event related to exposure للميديكال كير across the range of diagnosis and or conditions. ممكن نعرفه اللي هو absence of preventable harm to the patient during the process of health care and reduction of risk لل unnecessary harm associated with health care to an acceptable minimum. ده تبع تعريف ال WHO. برضو رجع ال WHO قالت اللي هو ممكن يبقى ال preventing of the error and the adverse effect to the patient associated with health care. جه National Quality Forum قالت اللي هو ال patient safety اللي هو working to avoid, mitigate, manage and treat the unsafe act within the health care system through the use of best practices
اللي هتؤدي الى optimal patient outcome. ومن هنا نقدر نعرف منين جت اهميه السي بي بي اس وايه فايدتها في البيشنت سيفتي او في الفيلد دلوقتي. فالسي بي بي اس هي نيو سيرتيفيكيت اوفرد سينس 2012 دي ادمنسترد باي الناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن واي اتش اي. السي بي بي اس كريدنشال بروف الهيلث كير بروفيشنال اول حاجه بيكون ميت الكومبتنس ريكويرمنت ان ذا اريا اوف بيشنت سيفتي ساينس اند هيومن فاكتور انجينيرنج بي بروف ديمونستريت الابيليتي تو ابلاي ذس نوليدج تو افكتيفلي بلان او امبلمنت البيشنت سيفتي انيشيتيفز او الانترفنشن. ف السي بي بي اس كريدنشال is earned by professionals who have demonstrated a high level من البروفيشنسي والكور ستاندر اوف البيشنت سيفتي. ولغاية وقتنا هذا لغاية up to March 2019 more than 2000 professionals have earned the CPPS credential representing من all 50 state في United States و 16 countries all over the world. ف اهميه السي بي بي اس ممكن نلخصها اللي لها اهميه فور بروفيشنالز اللي هي بروفايد الوركينج في البيشنت سيفتي امينز تو دومينستريت زير بروفيشنسي اند سكيل ان ذس ديسيبلين او بيشنت سيفتي ديسيبلين. بالنسبه للاورجانيزيشن هي بروفايد ا واي فور امبلوير تو فاليديت البوتنشال كانديديت بيشنت سيفتي نوليدج اند سكيل بيز ويل كريتيكال كومبتنسي فور توداي هيلث. السي بي بي اس سيرتيفيكانت زي ما احنا شايفين هم عددهم قليل حوالي 2000 في العالم كله. فلو جينا مثال كده بنقول في ايجيبت هنلاقي بس 13 سيرتيفيكانت هما اللي واخدين السي بي بي اس كريدنشال. في السعودية عربية في 67، في يونايتد عرب امارات 33، في قطر 12، يونايتد كينجدوم 3، بحرين 1. دي اب تو مارش 2019 وده بيوضح ان الاعداد ما زالت قليلة جدا اللي حصل على الشهادة دي ودي مديها قوة زيادة. ايه كومبتنسي ريكويرمنت عشان تبقى سي بي بي اس سيرتيفايد؟ لازم عشان تقدر تو ايرن سي بي بي اس كريدنشال لازم يبقى عندك كابابيليتي تو استابليشنج البيشنت سيفتي كالتشر تو بيلد السيفر سيستم فور بيتر كير، ليرن استراتيجي عشان تعمل انجاجمنت للاكزيكتيف والكلينيكال ليدر عشان يساعدوك في استابليش البيشنت سيفتي كالتشر، وكذلك انجاجمنت البيشنت والفاميلي ان زير كير. لازم يبقى عندك الكابابيليتي تو بيلد اويرنس ريجاردنج الامبورتنس بتاع السيفتي في الهيلث كير فيلد. لازم يبقى انت عارف هاو تو كرييت افكتيف نوليدج بيست فور بيشنت سيفتي ساينس من الميجرمنت. برضه لازم تبقى عندك advancing the patient safety science through system thinking و human factor analysis. ايه الليجابيليتي requirement عشان تبقى CPPS او تقدر تخش CPPS exam؟ Who should consider certification؟ ممكن تبقى clinical او non-clinical member. اي حد عنده خبره او اشتغل داخل او انسايد الهيلث كير فاسيلتيز. ايه الريكويرمنت فور السيرتيفيكيشن؟ عشان تقدر تتحصل على سي بي بي اس سيرتيفيكيشن لازم يكون عندك اكاديميك وبروفيشنال اكسبيرينس ات وان اوف ذا فولوينج ليفل، لا اما عندك بكالوريات ديجري
or higher plus 3 years of experience in healthcare setting or with a provider of service to a healthcare industry, أو عندك associate degree or equivalent plus 5 years of experience in healthcare industry field. ايه البادي اوف نوليدج اريا اللي بنحتاجها او اللي بتغطيها الشهاده او الكورس بتاع الشهاده؟ اول حاجه بيشنت سيفتي كالتشر في الداتا مانجمنت اند سيستم ديزاين اللي هي ميجرنج اند امبروفنج بيرفورمانس، في الريسك ايدنتيفيكيشن والاناليسيز او الريسك ايدنتيفيكيشن وسوليوشن، الليدرشيب والميتيجيت الريسك او ثرو سيستم ثينكينج وهيومن فاكتور اناليسيس او البرو اكتيف استراتيجي. لو احنا جينا قارنا البادي اوف نوليدج اريا مع السي بي اتش كيو اريا اوف اكسبرتيز اللي محتاجها، فهنلاقيها مثلا كانت في السي بي اتش كيو كان في البرفورمانس والبروسيس امبروفمنت، كان في الكير كوردينيشن، كان في البوبيوليشن هيلث، كان في الداتا اناليتكس والميجرمنت والاناليسيس، كان في الريسك مانجمنت وبيشن سيفتي، في كومبلاينس ويز ستاندرد اند ريجوليشن. ايه الاكزام كونتنت اوت لاين بتاع السي بي بي اس؟ اول حاجه الكالتشر، ودي بتمثل 18% من اسئله الامتحان او اكزام كويز. ليدرشيب برضو بتمثل 20%، patient safety risk and solution 20%، system thinking و design و human factor ده 22، ودي اكبر نسبة اسئلة موجودة في الامتحان، وده بيوضح الاهمية اللي مدينها للبرو اكتف استراتيجي to mitigate the risk. في اخر حاجة اللي هي measuring و improving performance دي 20%، لان we can improve what we can't improve what we don't measure. الريسيرتيفيكيشن بعد حصولنا على سي بي بي اس كريدنشال بتبقى محتاج تعمل مينتيننس للسيرتيفيكيشن باي كونتينوس ايدوكيشن، وعشان تقدر تعمل ريسيرتيفيكيت هو الريسيرتيفيكيشن سايكل هي بتبقى في حدود 3 سنين او الفاليديتي بتاعت السيرتيفيكيت. بتبقى عشان تعمل ريسيرتيفيكيشن بتبقى في حاجه اسمها ريسيرتيفيكيشن باسز، هما 2 باسز، لا اما بتعمل ريسيرتيفيكيشن باس 1 باسطه 45 اورز من سي اورز، او اللي انت بتعمل سيتنج او باسنج سي بي بي اس اكزامينيشن وذين 1 يير prior to expiration date اللي هو بيسموها ريسيرتيفيكيشن باس 2، وده الموقع اللي هو فيه كل المعلومات عن الريسيرتيفيكيشن. ايه الاكزامينيشن ريتس بتاع السي بي بي اس اكزام؟ بالنسبه طبعا البيمنت بيبقى عن طريق الكريدت كارد، طبعا البيرسونال تشيك ار نوت اكسبتابل. بالنسبه لل الممبر بتاع الامريكان سوسايتي اوف بروفيشنال البيشنت سيفتي بيبقى حوالي 295 دولار، او الستاند اب فور بيشنت سيفتي ممبر بيبقى في حدود 320 دولار، بالنسبه للنون ممبر بيبقى 400 دولار، وبالنسبه لنا احنا اللي هي الانترناشونال كانديديت بنضيف 100 دولار كمان، فبيبقى الفيز حوالي 500 دولار في الانترناشونال اكزام. وده الموقع اللي بيوضح كيفية الدفع والشروط بتاعتها. فنيجي بقى للسي بي بي اس بريباراتوري كورس اللي احنا هنقدمه. فالكورس ده هو ديزايند للهيلث كير بروفيشنال هو ار سيكينج سيرتيفيكيشن باي سي بي بي اس، وفي خلال الكورس ده هنعمل انتنسيف ريفيو للكومبرهنسيف بادي اوف نوليدج that is designed according to the content outline بتاع السي بي بي اس exam، اللي هم ايه؟ الـ patient safety culture، data management و system design، risk identification و analysis او solution، leadership،
والميتيجيت الريسك اللي هو ثرو السيستم ثينكينج والهيومن فاكتور انجينيرنج او اناليسيس. في السي بي بي اس بريباراتوري كورس اللي احنا هنقدمه at the end of this course you will know exactly how to start, how to promote and grow your skill and knowledge regarding patient safety, simply how to be as a patient safety expert. At this moment I believe that the power of education is in opening up our world so that we can see each other more clearly and live with each other more peacefully. We are going to talk about how to create effective knowledge base for most advancing patient safety science, how we can build awareness regarding the importance of safety in the healthcare field, how the patient safety culture can be established and how to build safer system for better care, advancing patient safety through system thinking and human factor analysis. ايه هي الاستراتيجيز for engaging executive and clinical leader to establish patient safety culture together with the patient and the family engagement. اخر حاجة how we can measure and improve the patient safety inside our facilities. learning objective بتاع الكورس review in depth the 5 patient safety domains اللي موجودين في الاكزام content outline. هنعمل discussion patient safety scenarios example similar to actual exam quiz عن طريق كويز بانك. هنعمل اسس الاول ليفل اوف البريبيردنس بتاعتنا للاكزام ونعمل ادريس اديشنال اريا فور سيلف ستادي لو احنا محتاجينها خصوصا اللي فيه الامتحان بيبقى 3 تايبس اوف كويشنز ان ذا اكزام. اول حاجه بتبقى فيه ريكول اللي هي الابيليتي تو ريكول او ريكوجنايز سبيسيفيك انفورميشن وده بيمثل 14% من الكويز او عن طريق application اللي هي الability to apply knowledge in new او changing situation وده بيمثل 48% analysis وده بيمثل 38% اللي هي الability to analyze or synthesize the information وdetermine the solution وبنعمل evaluation في the usefulness بتاع solution. ولو احنا شفنا او قارناها بسرعة ما بينها وما بين CPHQ فهنلاقي في CPHQ كان الريكول بيمثل 32% والابليكيشن كانت بتمثل تقريبا نفس المسألة 53% وكانت نسبة قليلة جدا 15% خاصة بالاناليسز وده اللي بيدي صعوبة في الامتحان بتاعة CPPS عن CPHQ لان الريكول اللي هم الناس اللي عندهم قدرة على استرجاع المعلومة عاملين بس حوالي 14% في الامتحان والاناليسز اللي هي اصعب حاجة او اللي هي بتمثل ازاي قدرتك اللي انت تطبق اللي انت عرفته في البيشنت سيفتي نسبة عالية حوالي 38% وده اللي يعني ده بيعتبر شالنج للناس في اللي هم يعدوا او هاو تو باس سي بي بي اس اكزام. وعشان تقدر تبقى برضو باس سي بي بي اس اكزام لازم ان انت تبقى باس اول 5 اكزام دومين يعني ما تنفعش تبقى ناجح في 4 وفي ويك بوينت او ويكنس في 1 دومينز لازم تكون محقق النسبه المطلوبه في الخمسه دومينز اثناء الامتحان. الامتحان بيبقى 110 questions في منهم 10 بري تيست questions فور فيوتشر يوز ما بيبقوش داخلين في النتيجه او الحساب. الاكزامينشن بيبقى افيلابل في ان ا فورم اوف كمبيوترايزد فورمات اون ا ديلي بيزيس ات الاي ام بي اسيسمنت سنتر زيها زي السي بي اتش كيو ولكن بتختلف هي ممكن تمتحنها في اي وقت بعكس السي بي اتش كيو في الويندوز اللي هم عاملينها الاربعه ويندوز خلال العام.
ايه بقى الاستادي سورسز اللي احنا ممكن نستفيد بيها او نستخدمها في سي بي بي اس؟ هو مفيش ديفينيت استادي ماتيريال للسيرتيفيكيت، ولكن في سام ريسورسز بروفايدد في موقع السي بي بي اس دوت اورج ويب سايت اندر حاجه بيسموها ريسورس ليست، ودي اللي احنا اعتمدنا عليها وخدناها اثناء تحضير او ديفلوبمنت اوف ذيس كورس. وعشان تعرف معلومات اكتر هتحاول تخش على الويب سايت ديت وتقدر تعرف معلومات اكتر عن الريسورسز او الاستادي سورسز اللي موجوده اللي احنا هنستخدمها. ايه المين سورس اللي احنا هنستخدمه احنا في الكورس ده؟ الكورس هاند اوت اللي هيوزع على البارتيسيبنت مع بعض شيرد ارتكلز وريفرنسز مع الكويز بانك اللي هي الريال تيست تيكن استراتيجي، ده هيكون انف وباذن الله كافي عشان نحقق السكسس او تو باس او ايرن سي بي بي اتش كريدنشال. الويب سايت اللي احنا هنستخدمها اثناء الكورس الويب سايت بتاع qualityforum.org، هيبقى فيه بعض شويه اساينمنت وهنخش فيه ونشوف بعض الارتكلز والجديده اللي عليه. برضو ويب سايت مهم جدا اللي هو بتاع الاي اتش ار كيو، الويب سايت بتاع الناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن والاي اتش اي. وطبعا احنا عارفين الاي اتش اي والناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن وير ميرج سينس 1 ماي 2017، واصبحت الناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن لها الليدر شيب في استابليش السيفتي از ا كور فاليو في الهيلث كير، وخدت البريفليج في ليدنج اول سيفتي بروجرام ات اي اتش اي، والاي اتش اي ديمونستريت ان ابيليتي تو انفلونس لارج سكيل اند جلوبال تشينج بسبب وجودها من فتره في الفيلد او تسبق الناشونال بيشنت سيفتي فاونديشن. الكورس اوتلاين، الكورس هيتكون من 12 لايف اونلاين انتر اكتيف سيشن، هتتاخد اسبوعيا مدة السيشن 3 ساعات. في السيشن دي احنا هنعمل كفر للفايف دومينز needed to be covered based على national patient safety requirement، وهيكون the last 4 sessions will be include intensive revision and quiz solution activity. Once we finish this course you will gain all fundamental knowledge that you need to pass the credential exam for CPPS from IHI National Patient Safety Foundation and to have the ability to enter to our patient safety world as patient safety expert. So only one way to be as a patient safety expert is to earn CPPS credential. Thank you.